madaxweyni hore ee Soomaaliya xildhibaan Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa isbitaalka ku yaala magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga ku booqday gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari. xildhibaan Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa dalka Turkiga u tagay si uu wax uga ogaado xaaladda guud ee caafimaad gudoomiyihii hore ee golaha shacabka oo marba marka ka dambeysay soo hagaagaysa xaaladdiisa caafimaad. gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari ayaa warbixin guud oo ku saabsan xaaladdiisa caafimaad ka siiyay xildhibaan Sheikh Shariif Sheikh Ahmed. الحمد لله تعالى يسلم الله الحمد لله عارف شعر الرسول حد وحيرا الدوي كانت واسعة لكن هي السواه كاني ما تعرفي حالة تخاطر تحمد الحياة لا إذا أذبوا الولد وكانت أفضل بس جلس على الحلو وعارف قلبي إيش كير هي الحلوة كبخيرة ما أعرف تكتب إلى ما الله بس من يعرف هذا كي وافي الحمد لله وأكون مرة وأكون مرة وحلو حالة صاحب الجامعة كلية بارعة كلية المكان وعليك بقائق دوينة السين تنجد البروستات وعلى في الشيء هذا إيرا البوتاسيوم كاس يو كي كان أقول بورتيك بورتيك كاسي شوية بورتيك وعلى هاي أفتزان بلا بلا أفتزان بلا سيان بلا القصائي والبوتاسيوم عوض يو وكي كاس كسينا عندنا كالكو كسرية أوكي إلي بارس بارس كريا تقاسي بارس كاسي كريا الحمد لله دو حواي وهذا الإيمان هذا أنا تعبكم محمد عبد الناصر ريان له يونيفرسال تي في.